اليمنية حيث ألغى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيس زيارة كان من المفترض أن يقوم بها إلى سيئون، حيث أكد مصدر حكومي في وقت سابق أن جريفيس سوف يصل الثلاثاء إلى مدينة سيئون ليلتقي بالفريق الحكومي المفاوض، فيما أكدت مصادر للعربية إلغاء الزيارة. يأتي ذلك بعد أن قدم جريفيس مساء أمس إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول آخر مستجدات تنفيذ اتفاق ستوكهولم.